يا ابو الحمار منين؟ يا لا دي الحمار الالكترونية تطلب منها حاجات تطلع لك 100% توكلها فاصوليا وملوخية كده يعني. الحمارة دي على التلاجة اللي نبيعها باعها باتكال. طب مين اللي جابالك الحمارة دي؟ ده عن اللي مش عن اللي عايز نلطش الناس خابور ابن كلب. عايز تشرب؟ عايز يقعد يجرب المكنة بمعنى صح؟ اه. مية معدنية. انطر. الميه المعدنيه اهي. تعالي كده فوق. بس الحمار ابن طباكه بقى انت كان بزرط جوا ولا ايه؟ من جوا كده الميه المعدنيه دي. امسك. يلا بقى علينا. عايزين نسترزقوا كده الفلوس. الالكترونيه تطلب منها تطلع لك مش عارف 100%. يا رب بس نسترزقوا عشان نبقى الحمار دي حلو على طول تلاقي حمار ذليلني. حمار على وشنا كده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا محمد عارف جايب الحمارة دي منين يا ابني؟ دي احنا في العزبة ما تعرفش حاجة خالص. كل عمال يقول محمد عنده الحمارة الالكترونية. دي حمارة الكترونية تطلع لك حاجات 100% بتبقى رز وملوخية. الحمارة دي نطلب من اي حاجة تطلعها لي. اطلب واتمنى وتشق على المدني. انا عاوز اطلع لي تفاحاية. تفاحاية؟ اه تفاحاية اللي يطفحها محمد حنفي انت. التفاحية ان شاء الله تطفح بس الحمار مزرط فيه. اوعى كيس كيس ورا. طب صحيح يا اطلب حاجات يا محمد. انا عاوز صبع موز يكون اصفر وحلو كده ومعاه واحده. يخرب بيتك صبع موز اخضر واصفر. انتر بقى كتيبه عشان بنلون بس الصوار. انتر واحد اخضر واحد اصفر. لا ده هو بينطر نطلع عالية. عاوز سيجارة كيلو بفوة. اما اشوف البحر بيشتغل ولا لا. سيجارة؟ مش عايز ولاعة كمان؟ لا ولاعة. بتكون صفرة ومسمسمة كده. صفرة ومسمسمة؟ اه. ولاعة صفرة وسجاير كيلو بطرة. ايتر. انتر قصدي. يا دي ايتر. هيطلع لك السجاير يا. استني. طلع السيجارة بالظبط. البتاع دي بيعمل ايه؟ يلا ده انا وريت ده اللي طلعت لي كان تفاح وهي سواء كان جاي طلع انا عاوز سفندي. لا يا روح امك ما هو السفندي خلص من امبارح. انا عاوز خلص يا يالا برتقالية علينا يخرب بيتك برتقالية بس تكون حلوة تكون حلوة صفرة كده ماشي صفرة انت وسخ كهرباء دي انتوا حاطين فيها برتقالية هي عاد يالا يخرب بيتك ما في قمص يا ابني سيب لي الطرد يعني بعد ايه انا عاوز خيارات يخرب بيتك انت مش محبوب ليه راح تطبخ ولا ايه؟ طعمها حلو بس كيلي خيارايا انتر ضل انتر هو هاي نزلت الخيار بص بينتر بينتر بعيد الزبا خيارات كده شبك ولا ايه؟ اسكس وارح يا عم سيب ان شاء الله تطبخوها تحيي يا محمد يا ايه تعال اقول لك كلمة شفت الحمارة دي طمحت انت اسكت ده طلعت لك صبع موز ملوش حل انت هنك على عم بطنك احنا عاوزين نشكوها ده عبتجنين هلا يا غبي انت تعالي تعالي اتفقوا مع الراجل هتعمل ايه يا محمد في الحمار؟ انا هنديهم خبر ابن كلب هنخليهم يمضوا على الحمار على اللي قدامهم واللي وراهم وهنشمطهم خبور يطلع من ملابيخهم. طب يا محمد ايه احنا عاملين الحمارة دي بس عاوز طلب لو اسكت احنا عاوزين زطمه مجمدي وانا عاوز خيارات مفنطره وحلوه كده وانا عاوز خيارات يخرب بيتك جزازة احنا هنطبقها على الحمارة اسمعهم بقى عشان الحمارة ما تحبش الكلام اليامي جزازة مية وخيارة ما تضربهاش ده الحمارة داخلة منك انطر يا بتشيخ واحدة واحدة امشي انا واثق خيارك والله يا رب ده مجمده وحلوه الميه ساقعه ومش موز انطع يا الحمارة مش اخ من ورا ولا ايه؟ ده هي بس ما انا طالبها ضعيف هات يا ابني وريني اوعى وريني ده احنا هنشتروه بص احنا عاوزين نشتري الحمار دي وهو دي اللي معاه مقدما شيك شيك اه
ده شكله هيديني تشيك. ده شكله هيديني تشيك خبر يشتروه. يعني مضيلك على اللي ورايا واللي قدامي. الحمار ده يالا هيغنيني. ماشي يا عم وانا موافق. انت ذبحت لي الشيك؟ اه. خد الفاره ديت عشان تفرفروا بيه. هو ما بيطلعش لما تعمل فرفوره. يلا يا سعد بقى احنا ماشي. يا الحمار دي غلط. يا فين الشاشه اللي بنشوفه منين؟ استفتاحها بقى انا عاوز 10,000 دولار. ايوه. في العشرة على هي. هي. انطر. مش هتطلع شيء انت ما عملتش شفارة. اه يخرب بيتك. مش تقول لي. انا عاوز 10,000 دولار يالا. انطر. انت شكالة حالك اتغلق يالا اتغلق. انت عامل شفارة. ومش قادر يطلع ليه يالا. وياك ما كان يدينا خازوق. اسكت. ده احنا مضينا على اللي ورانا ولا قدامنا. نشرب. نشرب لك يعني. انت عايز كتير. طب شرب كمان مره. ده انا عاوز جين واحد بس. ماشي استنى نشرب. احنا مضينا على اللي ورانا ولا قدامنا. نص جين. ان شاء الله تطلع علينا حمار حاجه. انت يا جدع. استنى يا عم. اعطيك لكم الحب. شوف الحمار ديك لك ليه مسدود. ادخل شكلك يخرب بيتك. انت بتعمل ايه يالا؟ في حد بينفخ يالا؟ انت انت الله يخليك. عاوز 5 جنيه بس. 5 جنيه. 5 يا حبيبي. انطر. 5 جنيه. بص عدل. انطر يخرب بيتك. انت ما بتعملش الفار. خد تعالى جرب. تعالى تعال والله لو ما طلع على باقة ابوك اسو. ده هو. هاو نشوف. عاوز 10,000 دولار ولا 5 جنيه. يطلع لنا جين بس. ماشي نص جنيه. يخرب بيت. بص بص انطر. استنى هو هيطقطق في الحبه مش هيجيبه. يخرب بيت. لا احنا مش عارفين نشغله. حاطين لي حته بتاعها كده ايه دي؟ يعني نفسي نعرف ايه دي. ضربتينا بحاب. يخرب بيتك. وشيك الكهرباء دي متوصل فين؟ استنى نشوف. ده احنا ماضيين على ورانا على قدامنا. ده في مشترك هنا اهو. فين؟ يخرب بيتك. يا الحمار عند بتاع الكهرباء ده ولا ايه؟ ده احنا ماضيين على ورانا ولا قدامنا. محاول يا ابني. محاول ايه؟ استنى الله يخرب.